معكم في الاستضافات اليوم في صباحك يا تونس. نتحدث اليوم على المركز الليبي للتحكيم التجاري الدولي وغرفة التجارة الدولية بباريس اللي عقدوا المؤتمر متاعهم يومي 1 و2 نوفمبر 2017 بمقر منظمة الأليكسو بتونس، وتم خلالها عرض قانون التحكيم الليبي بدعوة من عدة منظمات وطنية بدعم كبير أيضا من منظمات دولية. مداخلات تمت في الغرض مع عديد من المختصين في القانون وأيضا لاستلهام التجارب في التحكيم خاصة مقارنة بعدة دول أخرى. الحديث أكثر وأعطى أكثر تفاصيل حول هذا الموضوع وباش نفهموا يعني التحكيم الدولي بليبي شنو نقصد به تحديدا، يحضر معايا في البلاتو دكتور ميلاد بن عبد الله عضو مجلس إدارة المركز الدولي للتحكيم بليبيا، وأيضا يحضر معنا سي أحمد الورفلي من تونس قاضي سابق محامي ومحكم دولي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. شكرا بارك الله. خلينا نبدأ بضيفنا من ليبيا، نتحدث معك دكتور ميلاد عن التحكيم شنو نقصد به، يعني أنتم تحدثوا على التحكيم التجاري تحديدا في عدة قطاعات لفض نزاعات مع مؤسسات، ناخذ أكثر تفاصيل معك. التحكيم بعبارة يعني واضحة وقصيرة هو أسلوب من أساليب الوصول إلى اتفاق يرضي الأطراف المعنية، وهو مكمل وممكن يكون بديل لإجراءات المحاكم وإجراءات القضاء، وهو عادة يسبق إجراءات القضاء والإجراءات القانونية. خلينا ناخذ فكرة على الوضع في ليبيا، هل ثم استقرار عودة للنشاط التجاري في ليبيا وإلا مازال ثم يعني عدم استقرار؟ ليبيا إن شاء الله حتكون بخير يعني وفي تحسن يعني، لكن فيما يخص التحكيم والتجارة والاستثمار احنا يعني نجهز للمرحلة القادمة إن شاء الله، إن شاء الله حتكون قصيرة. التجارة في ليبيا هل عانيت صعوبات كبيرة على امتداد 7 سنوات اللي تالت فيها الثورة؟ هل عانيت من ركود تجاري؟ هل هناك عدم إقبال على الاستثمار بما أنه الوضع غير مستقر؟ كيفاش تقيموا الوضع كليبيين أولا وكرئيس عضو مجلس إدارة في التحكيم الليبي؟ هو بدون شك يعني الفترة السابقة خلال السنوات السبعة كان فيه يعني ركود تجاري، والحقيقة نحن نطمح أن المرحلة هذه نقفلها ونتجه إلى اتجاه الاستثمار والتنمية والعلاقات مع العالم والمستثمرين، وترجع ليبيا إن شاء الله قريبا لما كانت. ناخذ معك سي أحمد الورفلي، تحدثوا أكثر تفاصيل على القانون، قانون التحكيم الليبي، يعني كيفاش باش يتم؟ شنو النقاشات اللي قمتوا بلورتها وبشنو خرجتوا؟ شكرا. أولا نعطيك فكرة صغيرة أنه قانون التحكيم الليبي يرجع إلى عام 1953 و 53 بين العهد ذاك والعهد ذاك تغير العالم كثيرا وخاصة عالم التحكيم الدولي. في الأثناء طبعا ثم برشا اتفاقيات التحكيم نقصد به فض النزاعات، فض يعني النزاعات يعني التجارية بواسطة أشخاص يختاروا هم أطراف النزاع، ماهيش كما في المحكمة اللي الدولة تعيننا القاضي. نعم. هو اللي يحكم لنا في النزاع. في التحكيم الأطراف يختاروا بحرية من هو الشخص أو الأشخاص اللي باش يحكموا في النزاع هذا، ولكن يصدروا حكم كيفهم كيف المحكمة، والحكم ملزم وينفذ بتقريبا نفس الإجراءات نتاع تنفيذ الأحكام القضائية، مع فارق هو أنه حكم التحكيم يحتاج إلى إكساء بالصيغة التنفيذية، كي ياخذها صيغة تنفيذية يولي كيف وكيف الأحكام القضائية ينفذ بنفس الأساليب والطرق. نعملوا به عقلة على الأموال، على الممتلكات، على النقود، على الحسابات البنكية، على كل شيء. يعني بدون الالتجاء الى محكمه ثم التجاء لهنا لاطراف، معناتها المؤسسات هي اللي تعين شكون معناتها يفض النزاع، اما مؤسسات كما غرفه التجاره الدوليه اللي هي شريك في هذا الندوه، ايضا المركز الليبي للتحكيم التجاري الدولي، واما تحكيم حر بمعنى الاطراف هما شخصيا ومباشره يختاروا الناس اللي باش يحكموا في النزاع نتاعهم. في سؤال بعد باش نسالك دكتور ميلاد على تحديدا شنو النماذج اللي تقتديوا بهم في مختلف الدول، شنو
النموذج نتاعكم اللي اليوم تحبوا تطبقوا من خلاله التحكيم الدولي في ليبيا. باش ناخذوا زميلتنا زهرة الفضلي، هي الآن في قصر المعارض بالكرم في معرض سيماب 2017. نمشيو ناخذوا زهرة معنا، إذا كانت تسمع فينا زهرة تعطينا أكثر تفاصيل. خليناك معناتها في جولة مع جل العارضين، خلينا ناخذوا أكثر تفاصيل على المنتوجات المعروضة وشنو موجود بالضبط. مرحبا بك مرة أخرى فاطمة. فعلا نحن توا بعد ما كنا في جناح من المنتج إلى المستهلك، تنقلنا إلى الجناح الثاني وين يتم عرض المعدات والآلات الفلاحية. قاعدين نشوفوا يعني صغيرات قاعدين تصور على الآلات الفلاحية، فما شكون جاي يشوف غاية الاطلاع، وفما شكون اللي يجي بيشوف الأسوام بيحب يشري من الفلاحة. معنا عرض من في صاحب مجمع للمعدات الفلاحية في الحياة. مرحبا بك سي محمد لوكي. عايش بارك الله فيك. شكرا سي محمد. نعرفوا المعارض هذه فرصة لأصحاب الشركات أنهم باش يعرضوا منتوجاتهم وآلاتهم. المعارض هذه تخول لكم أنكم باش تبيعوا أكثر المعدات الفلاحية متاعكم، وهل فما إقبال من الفلاحة التونسي أنهم يشريوا المعدات؟ شكرا. المعرض هذه الدورة 13 يعني هي مناسبة ديما طيبة، الغاية منها هي عرض التقنيات الجديدة، لأن ثم تغيير كل سنة، يقع تغيير في المعدات، ثم تقدم. والزيارة وقت اللي يزوروا الأخوان الفلاحين هنا يطلعوا على التقنيات هذه، وتكون يعني مناسبة لتفسير يعني ما يمكن أن يكون يعني أن يتوفر من معدات يعني حديثة وتقنيات حديثة. وهذا موجود في كامل العالم، ثم في العالم 4 ولا 5 يعني معارض دولية اللي نركزوا عليها باش نحسسوا الإخوان الفلاحين وحرفائنا الكرام يعني لاستعمال التقنيات الحديثة والتقنيات الجديدة لتوفير أكثر ما يمكن من الإنتاج، ولمساعدة الفلاحين على مواكبة كل التقنيات الحديثة. حسب انت ماك مطلعه وقريب من الفلاحين، الفلاحه التوانسه فما قاعدين مواكبين للتطور التكنولوجي في الزراعات نتاعهم، في زراعات ما عادش كما قبل تقليديه، فما كل عام تطور جديد؟ اكيد ثم العديد من المعطيات الجديده والتقنيات الجديده والالات الجديده. ثم الات اللي يعني تدخل تونس تو مده 2 ولا 3 اللي قاعده تساهم باش تعطي إضافة، سواء من ناحية يعني خدمة الأرض أو من ناحية جمع المحصول، والعديد من يعني المعطيات الجديدة سواء كان في الآلات الفلاحية، في الأسمدة، في يعني مي زراعات، يعني كل شيء ثم ديما تقنيات جديدة. وقت تشوف يعني توا حتى في المعرض تشوف صغيرات وكبار وكذا. شكرا. يعني هذا يؤكد ان القطاع الفلاحي هو قطاع يستحق كل العنايه ويستحق كل يعني التنويع، وبطبيعه الحال هو ركيزه وعمود فقري وركيزه من الركائز الاساسيه للاقتصاد التونسي، ويعطي اضافه كبيره ان شاء الله. شكرا لك سي محمد. امال سامحني فاطمه، معنا فلاحه لهنا جايين يشوفوا. معنا فلاحه جايين يشوفوا يظهر لي في المعدات، نحب ناخذ المداخله هذه تفاصيل. مرحبا بك زهره. فهم المسعودي، عضو مجلس مركزي للاتحاد التونسي للفلاحه والصيد البحري على ولايه الكاف. انا ماذا بيا سؤالي، هل انكم لهنا تجيو تشريو وتختاروا وتكون المعارض هذه فرص لكم انتم الفلاحين باش تشريو وتقتنيو الالات الجديده؟ يعني لهذه المعارض يعني اهميه قصوى، فهمتي؟ اول شيء بتعريف بالانتاج، ثم يعني اعطاء فكره ضافيه للفلاح حتى يطلع على احدث واجد الوسائل الفلاحيه من تقنيات جديده. كما نشاهد آلة جاني الزيتون هي آلة جديدة، شوفوا فيها ورانا هذيا، شوفوا فيها ورانا تو، هي هذه دافع كبير يعني فهمتني باش تعاون الفلاح على جاني الصابة. كما نعرفوا نحن اليوم اليد العاملة أصبحت فهمتني شحيحة، مما يجعل فهمتني الصابة وتتأخر بالآلة فهمتني الفلاحية هذيا. ثم الحوافز اللي نشوفوها في الفلاحة نتاع المنح اللي
وفرتها وكالة الاستثمار الفلاحي، أعطت حافز للفلاح على الأقل باش يجدد الأسطول نتاعه ويحسن من مردودية الإنتاج. شكرا لك. يبدو أنه كنا بنجيد ناخذ معنا سيد نرجعوا لك للأسف للوقت فاطمة، نرجعوا لك مثال إذا كان ثم تفاصيل أخرى. نرجعوا لبلاتو صباحك يا تونس في علاقة بالتجارة والاستثمار والقطاعات الحيوية، هذا كان ربط مباشر من معرض الكرام سيما في 2017 اللي انعقد بتونس. عندك تعليق أحمد؟ التعليق هو أنه التاريخ التحكيم مرتبط ارتباط كبير جدا بالمعارض التجارية والمعارض بشكل عام. هو جيت أنا بطبيعتي باش نسألك، يعني بما أنكم أنتم معناتها هي مؤسسات في ليبيا موجودة تشتغل، التجارة تراجعت صحيح، لكن اليوم شنو الظروف معناتها تطويرها وأنها ترجع قاطرة للتنمية في بلادكم في ليبيا؟ كيفاش تشوفوا التمشي باش يصير معناتها؟ كيفاش تشوفوا؟ هل بعقد لقاءات شراكة، بعقد ملتقيات معارض، وإلا ثم حاجات أخرين تنجموا ترتكزوا عليها؟ وردا على سؤالك قبل الفاصل، طبعا النموذج الاسترشادي فيما يتعلق بإعداد مسودة قانون التحكيم في ليبيا يرجع إلى المنظمة العالمية للتحكيم أونستار، وهناك نموذج يعني استشهادي يتقدم فيه المنظمة لمختلف الدول. طبعا زي ما أنت عارفة ممكن ليبيا لم يسبق أن هناك قانون للتحكيم التجاري، ولكن في دول أخرى عربية وعالمية سبقتنا في هذا المجال، وإحنا دائما نسترشد بخبرات الدول العربية والعالمية، وكان هذا أحد الأهداف اللي من أجلها عقدنا المؤتمر في تونس. ما تعطينيش اسم البلد اللي تستلهموا منه كل التجارب ولا؟ بالطبع تونس، الأردن، السعودية، كل الدول العربية، هناك مجهودات كبيرة في مجال التحكيم بالإضافة للدول العالمية، يعني حوالي عندنا 15 دولة شاركت في المؤتمر، وكان في حوالي 45 ورقة، احنا اختصرنا الورقات إلى 20 اللي لها علاقة بإعداد مسودة القانون، واحنا طبعا في المرحلة المبدئية، عقدنا عدة ورش سابقة في ليبيا قصة التحكيم، والآن نعقد المؤتمر الأول ولا زال عندنا المؤتمر الثاني، وهناك عدة خطوات يعني فيما يخص التجارة والتنمية. طبعا احنا زي ما وضحت لك السابق، احنا يعني متوقعين خلال العام القادم ليبيا حتكون مختلفة، وحيكون في نشاط اقتصادي واستثماري ونمو بفضل الله، إن شاء الله الأمور حتمشي كويس. سي أحمد نرجع لك لمسألة التحكيم، معناتها ونحاول أنه نختم معك في النقطة هذه. بالنسبة للتحكيم معناتها هل نرجع لك للنقطة اللي كنت عندها واللي هي نربط مع كلام الدكتور ميلاد، أنه قانون التحكيم تطور والتحكيم تطور من جملة العوامل المهمة جدا هي المعارض، والمعارض الدولية من القرون الوسطى وإحنا جايين، التجار باش يبيعوا البضائع نتاعهم يبيعوها طبعا في المحلات التجاريه العاديه نتاعهم، لكن جات فكره المعارض اللي يجيوا تجار وفلاحين ومنتجين كل من عديد البلدان وفي مكان واحد يعرضوا ما عندهم من البضاعه. هذه فرصه اولا لابرام عقود بين التجار فيما بينهم، غير انه يبيعوا شويه بضاعه للخواص. هذه العقود وقت اللي يجيوا لمساله فض النزاعات، كله انا جاي من أحد أقاليم إيطاليا وأنت جاي من أحد أقاليم فرنسا والطرف الآخر جاي من تونس، لما يصير نزاع اش نعملوا فيه؟ كيفاش؟ كله كيفاش إذا كان تحب أنا نجي المحاكم تاعك، أنا ما نجيش المحاكم تاعك، لا أقبل، أنت لا تقبل المحاكم تاعي، هذا لا يقبل المحاكم. فجاء التحكيم كحل، أنه التحكيم يصلح لمثل هذه المعاملات لأنه محايد، لأنه ما ينتميش لدولة معينة، المحكم لا يحكم باسم أي دولة، ويختاروه الأطراف بكامل الحرية. المحكم ايضا بالامكان ان يعني يحكم في نزاع بسرعه مع ابرام العقود، وقت ابرام العقود معناتها يحطوا شكون الطرف، شكون اللي باش يحكم في النزاعات في اذا وقعت. طبعا وقوع نزاع في 1% في 1/1000 من العقود، مش كل على 10 عقود يصير نزاع، لكن النزاع دائما محتمل. فجاء التحكيم لهذه الغايه، وهو انه ايجاد اليه محايده وبعيده عن التاثيرات السياسيه لفض النزاعات التجاريه الصرفه. ومن ثم جاءت الفكره الثانيه، انه باهي المحكم هذا، جبنا محكم من هذا البلد سيحكم في هذا النزاع، بأي قانون باش يحكم؟ هل سيحكم قانون أي بلد؟ من غادي تولدت فكرة أنه التحكيم باعتبار هي تجارة دولية وتتجاوز الحدود المألوفة، فالأولى أنه يحكمها قانون دولي تجاري أو تجاري دولي،
من غادي جات فكرة الإكس ميركاتوريا، القانون التجاري الدولي الذي لا ينتمي إلى دولة وغير مرتبط بسلطة تشريعية في دولة معينة، وهو مستمد من الأعراف التجارية اللي تخدم بها الناس كل تقريبا في كل البلدان، لأنه لو كي نحكي على عام 1400 نحكي على أوروبا غارقة في الظلام، نسبة الناس اللي تمشي تقرأ عندهم لا تتجاوز يمكن واحد في الألف، العالم العربي كانت فيه ناس تقرأ، النصوص القانونية ما فماش سلطة تشريعية تصدر قوانين اللي نرجعوا لها بسهولة، وأيضا اختلافات دينية وقانونية بيننا وبين أوروبا ما عندناش نفس القوانين، ما عندناش لكن فالعرف نفس التمشي هذية معناتها على مستوى نعم. القانوني اللي تعمل به الشركات الكل في مسألة فض النزاع، شنو نعم. الحاجة الجديدة اللي خرجتوا بها بعد عقد هذا المؤتمر؟ إذا الخلاصة نتاع الكلام نتاعي هو أنه التحكيم تطور نحو النمذجة والعالمية، بمعنى أنه اليوم مش كل بلاد هو طبعا كل دولة حرة عندها سلطة تشريعية يجي يعملوا قانون كما يشاءون، لكن واقعيا اليوم مش ممكن دولة تعمل قانون تحكيم شاذ عن اللي معمول به في العالم. اليوم القانون الليبي مثلا عنده من عام 53، من بعد 53 جات لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي في عام 85 وعملت قانون نموذجي، قالت يا دول اللي يحب يعمل قانون جديد هاو نموذج خذوا عليه، في بلاصة باش كل واحد يعمل قانون ما يشبهش الآخر ويصبح مشكلة للتجار في التعامل بيناتهم، مشكلة للمحكمين وقت يجي يحكم في نزاع كل بلاد عندها قانون يحير. فالأفضل والأسهل والأيسر للجميع واللي سهل المعاملات ويخلي ثم بريفيزيبيليتي بالنسبة أنا تاجر ليبي باش نمشي نعمل نبيع سلعة في إيطاليا لا أفاجأ بقوانين لا أتوقعها، هذا سيء جدا. فالأفضل أن يكون عندنا قواعد مشتركة للجميع تأخذ على هذا النموذج الدولي، وهك علاش اليوم القانون النموذجي اللي عملته اللجنة هذه نتاع الأمم المتحدة متبع بدرجة من 100%، مثال البحرين مثلا، البحرين خذت القانون النموذجي واعتمدوه في السلطة التشريعية حرفيا وهبطوه في الجريدة الرسمية نتاعهم فوتوكوبي من قانون النموذجي. الدول اللي معناتها قاعدة تقتدي هذا المثال الأقصى، البحرين هي أكثر دولة يعني ممتثلة مندمجة في المنظومة الدولية خذت القانون النموذجي كما هو حرفيا. احنا تونس مثلا في عام 93 عملنا قانون تحكيم قريب جدا من القانون النموذجي، لكن اجتهدنا في بعض الجزئيات اللي عملوا المجلة وقتها وعملوا بعض الفصول أو بعض الفقرات مختلفة على القانون النموذجي. تبعتنا موريتانيا تقريبا بشكل كلي، بلدان عربية أخرى كما مصر أخذت أيضا القانون النموذجي لكن غيرت فيه أكثر منا احنا. التجربة أعطت حسب تقديري الخاص وأنه التعديلات التي وقع إدخالها هنا وهناك على القانون النموذجي لم تكن ناجحة وليست أفضل ما تعمل. أنا هذاك علاش قلت أني أفضل، ولو أني من باب النصيحة الأخوية، أنا طبعا أخوتنا الليبيين كأشخاص وكأفراد كمؤسسات أيضا أصدقائنا وأخوتنا، أفضل أن يتبعوا النموذج البحريني، يأخذوا النموذج العالمي كما هو، لأنه يقلص من خطر الاجتهادات اللي تجيب إشكاليات لا تتوقع، لأنه قانون نموذجي تعمل روع على يدين خبراء من حوالي 140-160 دولة بمختلف ثقافاتهم ولغاتهم وتجربتهم المهنية، منهم أساتذة بروفيسور في أقوى الجامعات في العالم، منهم محامين، منهم دبلوماسيين أيضا، منهم تجار، يعني كل أصناف وفئات المتدخلين في عالم التحكيم كان عندهم ضلع في وضع هذا القانون النموذجي اللي استمر النقاش عليه سنوات طويلة جدا. نعم. يعني هو عصارة عقول تاع آلاف العباد من مختلف القارات والثقافات، فلا أقول أنه مستحيل نجيبه ما خير منه، لكن أقول مستبعد وغير سهل جدا أنه يجي شخص ويجيب حاجة أفضل بكثير مما اتفقت عليه، يعني مش إجماع ولكن هناك توافق على أنه هذا نموذج صالح تقريبا لكل بلدان العالم. إذا الفكرة اللي مطروحة اليوم في ليبيا هو مشروع القانون، هو ليس بقانون، ما زال مشروع. المركز الليبي كان هو الرائد في إعداد هذا المشروع، لم أساهم معهم إلى حد الآن في هذا العمل، أنا كنت وما زلت عضو في اللجنة اللي تعملت في تونس لمراجعة مجلة التحكيم. تعملت عنا أكثر من لجنة، لكن أنا كنت في لجنة تعملت عام 2008، عددنا تعديلات لكن ما تعديتش البرلمان، ثم تعبنت لجنة جديدة في أيام سي فرحات الحرشاني وقت كان وزير العدل، وأنا أيضا عضو في هذه اللجنة الجديدة. لدينا تواصل كبير في الأفكار بين 2008 و 2014 ثم معناتها فصولهم رافضينهم في القوانين اللي معناتها انتم تحضروا فيها باش انت تحكي على تونس ولا على ليبيا؟ نحكي على ليبيا. لا نحكي على ليبيا لانه الاخوه الليبيين اخذوا بنسبه كبيره عن المجله التونسيه. واضح. فمن جمله الاهداف نتاع الندوه هذه ان نقول لاخوتنا الليبيين
هاو هنا الفصل هذا اللي انتم ممكن تفكروا باش تاخذوه كيفنا بالضبط، راهو في تونس عملنا المشكله الفلانيه. فنحن نقول لكم افضل انه ما تاخذوش الفصل هذا كما هو، بل اعملوا ما هو احسن او تصدوا للاشكال هذا قبل ما يصير. شكرا لك سي احمد الورفلي، قاضي سابق ومحامي محكم دولي. شكرا لك ايضا دكتور الاسم ميلاد عبد الله، شكرا لك على الحضور معنا ايضا في البلاتو اليوم. هو في علاقه معناتها باش الساده المشاهدين ايضا اللي يحلوا التلفزه توا يلقاونا في المباشر يفهموا شكون نتحدثوا، في علاقه بالتجاره الخارجيه مع المؤسسات الليبيه تحديدا ومؤسسات في شراكه مع ليبيا، الجانب فض النزاع والتحكيم كيفاش يصير، تم مناقشه القوانين اللي تنجموا تاخذوها كنموذج يحتذى به من خلال الندوة اللي تم عقدها أيام 1 و2 نوفمبر بمنظمة الألكسو. شكرا لكم على الحضور مرة أخرى. احنا نمشي وتشاهدوا معنا تقرير حول الذكرى 100 لوعد بلفور واحتلال فلسطين، ثم لنا عودة. تقرير من أعداد الزميلة زهرة فضلي. القضية الفلسطينية قرن بعد صدور وعد بلفور اللي يطلق عليه المناصرين للقضية الفلسطينية عبارة وعد من لا يملك لمن لا يستحق. 2 نوفمبر 1917 الحكومة البريطانية تأيد إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين في الوقت اللي كان تعداد اليهود ما يزيدش على 5%. ذكرى مشؤومة للفلسطينيين والعالم العربي تعود، وفي كل مرة تستفيق معها الآلام والأوجاع اللي تكبدها الشعب الفلسطيني منذ استيطان الكيان الصهيوني. وعد بلفور كان نكبة، والنكبة الأكبر كان سنة 48 عندما تم احتلال فلسطين، ولكن الفلسطينيين والعرب بصفة عامة منذ الاحتلال لم يسكنوا ولم يسكتوا، وإنهم يقاومون، وحقق الفلسطينيون بالذات انتصارات كبيرة على الصعيد السياسي وعلى الصعيد الدبلوماسي، وأصبح للقضية الفلسطينية صدى في كل أرجاء العالم. هذا الوعد مثل جريمة ارتكبت قبل حوالي 100 عام، وهو طبقا للمبادئ العدالة الجزائية الدولية يمثل جريمة مستمرة ترتب يوميا وتتناسب طرديا مع الزمن، يرتب جرائم بحق الشعب الفلسطيني وكوارث لحقت من جراء هذا الوعد المشؤوم. إننا في هذه الذكرى المئوية لهذا الوعد المشؤوم نتطلع إلى إمكانية إقامة دعوة جزائية ضد مرتكب هذا الفعل، الحكومة البريطانية لمحاسبتها على هذا على هذه الجريمة ولتحميلها المسؤولية كاملة. وعندما أقول المسؤولية كاملة ليس فقط أن تعتذر بريطانيا للشعب الفلسطيني، ولكن أيضا أن تعوض الشعب الفلسطيني ماديا ومعنويا، وأن تعمل على إعادة الحق إلى أصحابه. أصبحت فلسطين عنوان لاستراتيجية جديدة، إذا أرادت الدول والأقطاب الكبرى في العالم أن تحمي مصالحها حقيقة أمام بداية هذا الانهيار، هي أن تعدل من استراتيجيتها من استراتيجية مراكمة الحروب وسفك دماء الشعوب للهيمنة عليها إلى استراتيجية مراكمة الحلول. هذا من ناحية. من ناحية تانية علينا نحن العرب والمسلمون أن نطور استراتيجية الفعل، مش ردة الفعل، استراتيجية الفعل المبنية على قراءة الذات وطاقاتنا الكامنة الهائلة، قراءة المحيط والإقليم، قراءة الآخر، ومراكمة الإنجازات لاستعادة تحصين أنفسنا بثقة المواطنين تبعونا أولا في داخل شعوبنا لمواجهة هذه الاستراتيجيات المدمرة. اعتقادي أنه من الضروري أن نتجاوز هذه المرحلة، لكن هذا التجاوز يحتاج إلى عملية إعادة
تقييم الماضي في ضوء الحاضر من أجل أن ننطلق نحو المستقبل بجملة من الدروس المستخلصة مما عشناه خلال القرن الأول من عمري وعد بلفور. مواصلين بقية فقرة برنامجنا واستضافاتنا، وسعيدة جدا اليوم استقبال عبير بلهول اللي هي جينا اليوم من صفاقس، وعبير مشاركة في برنامج الملكة ملكة الملكة، هو البرنامج اللي موجود في العالم العربي وملكة المسؤولية الاجتماعية، وهي من ضمن 6 مشاركات من تونس. مرحبا بك. مرحبا بك منى، يعيشك وشكرا على الاستضافة هذه في برنامج صباحك يا تونس. مرحبا بك. إذا تحكينا على مشاركتك. أنا عبير بلهول من 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 صفاقس، وتحديدا من مدينة عقارب. نعم. وتحديدا من مدينة عقارب، مشاركة في برنامج الملكة ملكة المسؤولية الاجتماعية بمبادرة آلاء. نعم. اللي هي مبادرة لدعم ذوي الإعاقة المتضررين من الحرب ومن حوادث الطرقات. نعم. ومن حوادث الطرقات، ولدعم الأطفال الذين يحتاجون لزراعة قوقعة الذين هم دون سن 5 سنوات، وكذلك المصابين بالأمراض النادرة. اخترت تسمية مبادرتي بمبادرة آلاء تكريما لبنت صغيرة مصابة بمرض السرطان، وهي في حاليا في مرحلة متقدمة في العلاج. تحدثت عنها قليلا في حكاية عبير اللي هو في إذاعة صفاقس. فاخترت أن تكون المبادرة هذه اسمها آلاء تكريما للبنية هذه، وكذلك لقول الله سبحانه وتعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان. الآلاء هي النعم، وحابة أن تكون رسالتي هي توصيل أو أن أكون سبب في توزيع النعم. نعم، هو مطلوب منكم أنكم تعرفوا بالمشاريع متاعكم خاصة في الإعلام التونسي، معناتها كل مشاركات من الدول العربية اللي تم بتبيع اختيارهم يعرفوا بالمشروع متاعهم، وكذلك يجيبوا الدعم خاصة من الوزارات من الدولة التونسية. أنت وين توجهت ولشكون قاعد يدعم فيك حاليا؟ بلي انا احنا مطلوب منا كما قلت منى انه الطلب الدعم خاصه من تونس. المبادرات تاعنا مبادرات شخصيه، معناتها احنا ماناش جمعيات وماناش معناتها منظمات غير حكوميه او حكوميه. مبادرات شخصيه تحتاج الدعم المادي والمعنوي، وخاصه الدعم من المؤسسات الحكوميه والمؤسسات الاعلاميه والمنابر الاعلاميه خاصه. انت تعرف اللي هي معناتها التسهيل باش تتعرف على المبادره، تسهيل التعامل معناتها خاصه وتعريف بالمشروع وتعريف بالمشاركه في حد ذاتها. المبادره كما هذه انت توا معناتها باش تشارك بها، شنو تتصور؟ خاطر نعرف اللي فما مبلغ مالي معناتها تتحصلوا عليه في صوره ما تنجح ان شاء الله ويتم قبول معناتها وتكون في النهائيات. انت بالنسبه لك عبير كيفاش تشوف معناتها باش تجسد المبادره نتاعك على ارض الواقع؟ هل انه حضرت استراتيجيه؟ لانه كيفاش تصير العمليه بعد؟ انا مبادره آلاء موجهتها بالاساس هي مبادره تونس، هي مبادره عربيه بقلب تونسي. نعم. فصراحه لقيت برشا دعم من تونس ومن خارج تونس. نعم. من تونس فما تعامل ان شاء الله باش يكون مع جمعيه تنمويه اللي هي جمعيه انس، باش نحاولوا مع بعضنا نعالجوا حاله وليد اسمه انس اللي هو يحتاج لزراعه قوقع اللي هو في اطار المبادره. كذلك فما ان شاء الله شراكه مع المنتدى اليمني للاشخاص ذوي الاعاقه، وكانت معناتها دعم من الاعلامي اليمني فهيم القدسي، باش تكون فما حالات باش يصير متابعتها اللي يستحقوا سماعات، وخاصه المتضررين كما قلت لك المتضررين من الحرب ومن حوادث الطرقات الموجودين غاديكا في اليمن. نعم. ثم حاله قاعد معناتها قاعدين نتابعوا فيها زاده في فريق يدعم مبادره آلاء في المغرب، باش
الشقيق. زاد حالة طفل اسمه سعيد. كما قلت لك المبادرة حبيتها تكون مبادرة عربية بقلب تونسي، ومعناتها كي يكون عندك رسالة محددة. نعم. مش بالضرورة تنجم تكون في تونس، ينجم يكون الدعم، حتى الدعم المعنوي يخليك تنجح ويخليك تؤمن أكثر بالرسالة. يمكن على سألتك في تونس لأنه كانوا فما زميلتك زادة ومشاركات من تونس كانوا صحيح. حاضرين معانا في برنامجنا، وكل واحدة حكيت يمكن بانطلاق مثلا فما فايزة مثلا في القصرين مبادرة في ولاية القصرين باش تقوم بها للمرأة الريفية، معناتها فما لبنى زادة، كل واحدة عندها مبادرة، لكن الحاجة بها برشا انك البعد تجسيد على أرض الواقع الأفاق نتاع المبادرات هذية. إن شاء الله بالطبيعة إن شاء الله تتوفقوا، هذايا ما نأملوه بالطبيعة، لكن في صورة ما تمش اختيار المشروع ان شاء الله تواصل في اكيد هي بالاساس رساله انسانيه، الرساله. نعم. الانسانيه يا اما تكون معناتها عن ثقه وعن اقتناع انك باش تواصل في الرساله هذه. نعم. الهدف هو صحيح المشاركه في برنامج الملكه، لكن للتعريف بالمبادره نتاعك، للتعريف مشاركات في تونس ما شاء الله مشاركاتهم جدا مشرفه. نعم. والمبادرات فما منافسه جدا جميله وجدا. نعم. رائعه معناتها. لا وهي حاجه باهيه معناتها من بين دي ذولي 300 في التصفيات الاخرى، سته توا من تونس، سته من تونس، حاجه باهيه برشا، حاجه باهيه برشا. والمشاريع الكل الحقيقه اللي تجي تقدم مشروعها يعجبنا المشروع، معناتها المشاريع الكل كما قلنا ما يتخيروش على بعضها. بالضبط. والدعم اللي احنا كما قلت لك من خلال المنابر الاعلاميه، كما قلت لك الدعم من المسؤولين، من رجال الاعمال، من المنابر الاعلاميه، من التوانسه اللي عندهم ثقه اكيد في امكانيه المراه التونسيه انها باش تكمل، انها باش تواصل، انها باش ترفع العلم التونسي خارج البلاد، خاصه اذا تكون حامله رساله انسانيه ورساله ساميه. انا ركزت بالاساس على فئه، ما نقولش فئه مهمشة، ولكن فئة يجب تسليط الضوء عليها اللي هي الأطفال الذين يحتاجون لزراعة قوقعة. نعم. خاصة الإحصائية الأخرانية تقريبا فوق 300 في تونس، فوق 300 طفل سنويا يحتاجون لزراعة قوقعة. إذا كان ما يصيرش الحل الاستباقي اللي هو زراعة القوقعة قبل سن الخمس سنوات، للأسف باش يصير عنا إضافة ب 300 معاق كل سنة. فإن شاء الله معناتها خاصة العملية مكلفة، قاعدين معناتها نحاولوا بشوية بشوية انه نتناول الملفات هذه ويكون عندنا حلول فعليه على ارض الواقع. نعم. هنا جمعك عبير، يمكن حتى في تقديمك خلي سد المشاهدين يعرفوك اكثر، كان تقول لنا خاطر تبارك الله عليك معناتها ناشطه بالكدا، عندك اكثر من كاسكيت، كان تحكي لنا وتخلنا شنو الاختصاصات بالطبيعه، من غير بالطبيعه انت في اذاعه صفاقس، في اذاعه صفاقس متعاونه، في اذاعه صفاقس متعاونه، في اذاعه صفاقس و منسقة مؤتمرات دولية وعربية، ممثلة عن المركز الدولي لعلوم الإنسان سيش التابعة لليونسكو. نعم. مسؤولة برامج تدريب، ممثلة عن الأكاديمية الدولية للدراسات والعلوم الإنسانية. نعم. مراسلة عن صحيفتي رازار ومحطة نيوز في لبنان. نعم. عضو في رابطة شعراء العرب وعضو في الرابطة العربية للتنمية الفكرية والإنسانية. وناشطة في المجتمع المدني. تبارك الله. علاش عبير حبيت نخليك باش بالطبيعة تعرف بروحك، خاطر مهم برشا السادة المشاهدين خلي ياخذوا فكرة على المشاركات اللي تبارك الله معناتها من تونس منورين، معناتها عندكم أكثر من اختصاص وأكثر من معناتها من كان نجم نقولوا من موهبة، كيفاش تجمعهم هذوما الكل، فمهم برشا اللي أنت ناشطة برشا وحاجتنا بناس ناشطين في تونس وفي الخارج خاصة باش يمثلوا تونس. ان شاء الله. نهارتي باش يمثلوا تونس تحبوا التمثيليه تكون على اعلى مستوى، وهذايا بالطبيعه المهم والاهم، وان شاء الله بالتوفيق ليك وكذلك خاصه للمبادره نتاعك. وحبيت نخليك شنو الرساله اللي تحب تقدمها للساده المشاهدين اللي بالطبيعه باش يحاولوا يدعموك باش خاطر فما فوت. فما فوت، فما تصويت على طريق الرابط الموجود اللي هو في صفحة حملة المرأة العربية. نعم. أو صفحاتنا الشخصية بالنسبة لي أنا وكل المشاركات معناتها. نعم. اللي من تونس. فما زاد إن شاء الله الفيديوهات اللي تحكي على مشاركتنا وعلى مبادراتنا اللي موجودة زاد في حملة صفحة حملة المرأة العربية. نعم. التصويت باش يكون عن طريق عدد المشاهدات وعدد
المشاركات للفيديو، كذلك بالتصويت عن طريق الرقم الهاتف والتصويت الإلكتروني يعني. نعم. رسالتي وكلمتي هي لكل مرأة تونسية وكل مرأة عربية، خليك انت الداعم الاول لنفسك، خليك انت الواقفه، خليك انت اللي عندك ثقه كبيره باش انك توصل، باش انك تحط تاج اللي هو مسؤوليه اجتماعيه واللي هو رساله انسانيه. نعم. ان شاء الله يا ربي مع بعضنا في تونس. نعم. وخارج تونس نرفعوا رايه البلاد ورايه. نعم. تونس ونوصلوا برسالتنا. نعم. الانسانيه. شكرا لك عبير، يعطيك الصحه على حضورك معنا، وبالتوفيق ليك ولمبادرتك في كما قلنا برنامج الملكه للمبادره الانسانيه. احنا مواصلين مع امال وضيوفها ان شاء الله باش تحكي على كوفي تولك. اذا ضيوفها اماني بن جدو وحسام الكعبي. الحقيقه فما حديث يستنى فيكم مع امال بعد حين في برنامجنا، لكن قبل هذايا نشوفوا ومضى ضد الارهاب. مسالش في ظروف المباشر ضيفنا يدخل للبلاتو، مرحبا بك. خلينا نبدا بك انت سي حسام الكعبي، رئيس سيفيراس قم المنسق الوطني للمشروع نتاع حديث القهوي في تونس. مرحبا بك على الطاير هكا خطفناك. نرحب ايضا باماني بن جدو وهي مسيره حلقات حديث القهوي في مدينه تونس. مرحبا بك اماني. نرحب ايضا بحسام الكعبي رئيس المعهد الدولي للمناظرات. الاستضافه هذه باش نتحدثوا فيها على مشروع اسمه حديث القهوي في تونس، ندخل في تفاصيله، شكون اللي منظمه، علاش وكيفاش وقتاش وفين، مع ضيوفنا الشباب الثلاثه اللي انا سعيده باستضافتهم، سعداء انه يكونوا بحضنا شباب في البلاتو. حديث القهوي كافي تولك هو تظاهره، نوع من الديبيت، نوع من النقاش ينظمه المعهد الدولي للمناظرات. هذيك علاش باش نبدا معاك انت حسام الكعبي، بما انك انت رئيس المعهد الدولي للمناظرات. اول حاجه شنو هو المعهد الدولي للمناظرات؟ هو المعهد الدولي للمناظرات بدا من 2013 بفكره نتاع شباب، اللي هي تبدا نحاولوا كيفاش نخليوا الشباب في المناطق ولا في لي كوميونيتي نتاعهم يبداو اكتيف، دونك اون لي زونجاج باش يبداو باش يخدموا ولا باش يعملوا تغيير ايجابي في الكوميونيتي نتاعهم. اتخافير كوا؟ اتخافير لو ديبا والكوميونيكاسيون. في محيطهم، سواء في المحيط نتاعهم، في الحومه نتاعهم، فوالا، في القريه نتاعهم، والا في مدينتهم ولا في ولايتهم. في محيط، فوالا، هكاك المحيط المحلي. دونك احنا من 2013 بدينا خدمنا على دي بروجي، دونك مشاريع. خدمنا لابروش نتاعنا. قبل ما انت بديت تحكي لي على مشروع حديث قهوي، وانا نحبك تحكي لي على المعهد الدولي للمناظرات. اي هذا شنو احنا نخدموا؟ احنا ليزاكتيفيتي نتاعنا. هو هو مدرسة، هو مؤسسة خاصة، هو منظمة غير هو ربحية، هو ستون او ان جي، منظمة دولية غير حكومية، شنو بالضبط؟ ولا هو جمعية؟ هو منظمة غير ربحية، تأسست في 2013. وين تأسست؟ تأسست في تونس. هو اسمه المعهد الدولي. المعهد الدولي، هو تأسست في تونس، وعندنا فروع في حاليا في الأردن وفلسطين. أي. وإن شاء الله في المغرب والجزائر. يعني الفكرة والمبادرة انطلقت من تونس. من تونس. وشكون صاحب هالفكرة هذه؟ هو صاحب الفكرة إلياس القرميزي.
وسلمى حداد ووديع بغدير. مجموعة من الشباب. كيف جيتهم هالفكرة وعليش هالمعهد هذا؟ شنو ولا هنقول شنو الوظائف نتاعو أو شنو الأهداف نتاعو؟ هما احنا الفكره نتاع اللي بدات بها هي خارجين من نشطاء في المجتمع المدني، شفنا اللي يلزم تحديث التغيير من وسط المحيط ولا من وسط لي كوميونيتي في حد ذاتهم، وما ينجم يعملها الحكايه هذه كان لي زاكتور نتاعهم ولا الشباب نتاعهم. دونك بدينا من هذيك بالفكره هذيك وقلنا كيفاش لابخوش اللي نخدموا بها، سيتي اون ابخوش يعني تقارب تشاركيه فوالا، وتخدم لي زاكتيفيتي دو ديبا لي بروجي ونخدموا لي كومبيتيسيون. معناها فما مناظرات أو مسابقات. فما نقاشات وفما مشاريع. تو ندخلوا شويه في التفاصيل نتاعهم، لكن قبل هذاك حقني من البدايه سالتكم السؤال هذا. احنا نحبوا نتعرفوا عليكم انتم شكونكم. اماني بن جدو، فراس قام، وحسام الكعبي. نبدا معك اماني. اماني بن جدو، انا شابه من ولايه توزر، عضوه في جمعيه التواصل، جمعيه محليه غادي في توزر، عضوه في المعهد الدولي للمناظرات، وتعرفت على برنامج حديث قهاوي دونك دخلت فيه خاطر عجبني. تخدم ولا تقرا اماني؟ متخرجه ونخدم. متخرجه شنو؟ متخرجه لغات حياه مطابقه على الميتي ميديا. وتخدم في نفس المجال نتاعك؟ ترجمه ولا شنو؟ لا، نخدم في ميتي ميديا المعلومات. ميتي ميديا المعلومات. وانت فراس قم 24 سنه، ندير برنامج كافي تول كان بالوجهتين اللي فيه تنزيد نحكيو عليه اكثر. حاليا ما زلت ناشط بالمجتمع المدني، كانت عندي تجارب مع برشا جمعيات ومنظمات وفي مختلف الجهات، يعني سوسة وين قريت في صفاقس. شنو قريت؟ قريت حقوق في صفاقس. كملت؟ لا ما كملتش قرايت. دونك فوالا، وتو نخدم مع المعهد الدولي للمناظرات في برنامج حديث قهوي. يعني هذا الشغل نتاعك، هذا العمل نتاعك، تلقى في الاجر نتاعك عادي. انت حسام؟ انا حسام كعبي، 29 سنه. صحيح 29 سنه. انجينيور ريزو تيليكوم. وتخدم في المجال نتاعك؟ فوالا، كنت نخدم في المجال نتاعي حق توا لاهي اكثر بال تفرغت للمعهد، معهد دولي للمناظرات، في التقدم نتاعو وفي كل شيء. انت من الاول قلت لي المعهد هو منظمه غير ربحيه، منظمه غير حكوميه وغير ربحيه. منين تجي الموارد نتاعو المعهد باش نجموا تخدموا الناس وتخلصوا؟ هو سي الموارد من لي دونور، يعني تسميو الملهبات، فوالا ملهبات، ومن الاشتراكات نتاع الاعضاء، ومن تسميو لي فون، لي بايور دو فون، الممولين اللي هما من بلدان. احنا اشتغلنا مع ملي بدينا اشتغلنا مع البريتش كانسل، اشتغلنا مع التامس، اشتغلنا مع توا المشروع حديث قهاوي ديجا هو مدعم من السفاره الامريكيه. دونك وكل مره نخدموا مع دي بايور. تاخذوا في تمويلات من البريتش كانسل ومن السفاره الامريكانيه. خلينا نقول الميثاق الداخلي نتاع المعهد والمبادئ العامه نتاعو واساليب العمل، شكون اللي حددهم؟ احنا نحددوهم، احنا في جلسات العامه نتاعنا، دونك عندنا ديما عندنا جلستين فيما في العام اللي نحطوا فيهم المبادئ هذوما، فماش دي موديفيكاسيون في عليهم. وهذوكم هما اللي نخدموا عليهم سي نوتخ شارت. معناها انت قلت لي في تونس، في الاردن؟ احنا في تونس، الاردن، وفلسطين، وعندنا نحبش نحلوا في المغرب والجزائر. باهي، وشنو اهم المبادئ اللي يخدم عليهم المعهد والغايات نتاعو والاهداف اللي يخدم عليهم؟ هو اول بخلاف مشروع حديث قهوي باش نعطي الكلمه. هو اي فوالا، بخلاف مشروع حديث قهوي، احنا لونجاجمون نتاع الشباب، لا ترونسبارونس، نخدموا نشتغلوا اكثر على كيفاش تنمية الطاقات، معناها يعني هذوما الحاجات اللي الحق معناها نخدموا عليهم أغلبية. نحن قاعدين من حين لآخر نراو شوية في اللوجو نتاع المعهد الدولي للمناظرات ونتاع حديث قهوي وألا كافيتول. نجيك لي أنت في راس قام، أنت المنسق الوطني
مشروع حديث القهاوي. انت قلت لي المعهد عنده زوز مشاريع كبرى يخدم عليهم، عرفنا بهم الساعه قبل شنو ما، وبعد نحكيو شويه في التفاصيل نتاع دي بيت. باهي كيما حكى حسام، هو عندنا برشا مشاريع اللي خدمنا بهم منذ تاسيس المعهد. أي. وفي 2017 كان عندنا اكثر مشاريع، لانه يعني المعهد خذا بعد وطني ولا يخدم اكثر في الجهات. لكن يمكن اكثر ما المشروع اللي تعرف اللي هما مشروع حديث القهاوي تو اللي قاعدين نخدموا به، وعندنا زاده مراكز بحث وتطوير المناظره في تونس، انه في مجموعه من الجهات اللي قاعدين نخدموا عليها. هيت نحكيو على الكافيتول كمشروع بدا في 2015. دونك المشروع بدا من فكره انه الشباب اليوم يقضي برشا وقت في القهاوي، معناها يقعد وقت برشا يحكي في جل المواضيع معناها المطروحه في الساحه، لكن في الاخر ما يخرجش بحل ولا بالايدي اللي حكى فيها، يحولها المشروع ان يكون عن فاعل فاهم معناها في المشروع اللي حكى فيه. معناتها هي قاعده القهاوي معروفه هي تضييع وقت. فوالا، دونك حاولنا نستغلوا الشباب اللي بديت معاهم الفكره اللي هما من جهه صفاقسون حياهم، دونك بديت معاهم الفكره انه يقول علاش ليه ما ننظموش هالاطار نتاع جلسه الحديث القهوي هذيا، ونحولها من فكره ان نحكيو فقط مشكل مشاكل، اما نحولها لحلول، والحلول هذوما يتحولوا لديزاكسيون يتطبقوا على ارض الواقع. الفكره بدات انه بنعملوا في جلسات متنوعه في عديد المناطق. بعد جيت في 2016 قلنا علاش ليه ما نعملوش كومبيتيسيون، دونك بعد مسابقه معناها مسابقه فوالا وطنيه اللي هي تلم عديد الفرق من عديد الجهات. المسابقه بدات قبل ما نوصل للمسابقه، نجحتوا انكم تخلقوا معناتها خلينا نقول اهتمام عائلات الحديث القهاوي في برشا ولايات. فين موجود حديث القهاوي؟ حديث القهاوي لحد الان وصلت 22 ولايه، مازالوا زوز ولايات ما زلنا ما خدمناش فيهم. معناتها الاسهل انه نقولوا شكون زوز ولايات اللي ما خدمناش عليهم. هذه دعوه لهم على شنو زوز ولايات اللي مازال ما فيهمش. مازلت الكيف وتطاوين ان شاء الله. هذه دعوه للشباب في ولايه الكيف وتطاوين انهم بيان سور يقدموا معناها على المشروع هذايا ونكونوا موجودين معاهم سواء بالتدريب وكل شيء. خليني احكي لك شويه على كيفاش تصير العمليه نتاع كافي توك. دونك كافي توك هي جلسه حواريه يعني ديبا انفورمي اللي يتقابلوا فيه مجموعه من الشباب 10 اشخاص، والجلسه يسيرها ثلاثه اشخاص. شكون هم ثلاثه اشخاص هذوما؟ تسير باش تحكي عن الاماني الفريق يتكون موديراسيون معناها يقوم بها مسير للحوار، واحد مقرر باش الاراء اللي تم طرحها ناخذها بعين الاعتبار ويكون منها خارج المشروع والفكره، وعن الكوميونتي مانجر اللي هو مسؤول على التواصل على وسائل التواصل الاجتماعي. دونك باش يشرك الناس اللي ما كانتلاش الفرصه باش تحضر في حديث قهاوي، اما تتبع فينا على لي ريزو سوسيو. انتم خاطر تنقلوه الحوار يكون منقول يكون موجود على اللايف، وكيف كيف نبارتاجيو احنا الحاجات اللي قاعدين يتقالوا، اذا كان فما تدخلات ولا اراء يحبوا يشاركوا بها الناس ويتفاعلوا معنا. نرجع لك باش تحكي لي على المسابقه، خلينا نعطي الكلمه الاماني بن جدو اللي هي مسيره الحلقات موديراتريس معناها نتاع النقاشات في تونس. احكي لنا على تجربه الساعه حديث قهوي في توزر اماني. اون فيت نحن ما دخلناش ديريكت في الكومبيتيسيون، انا اول ما تعرفت على حديث قهوي وعجبتني ليدي حبيت نجربها اسكو تمشي في توزر ولا ما تمشيش. دونك قبل في افريل قبل ما تبدا الكومبيتيسيون عملت جربت اول كافي توك، عملت كانديداتور على البلاتفورم، قيدت على الاستمرار اللي حاتينا هما على الموقع نتاعي، حط فما موقع نتاع حديث قهوي ولا كافي توك باش هما عملوا لي ليفينمون، وعملت ايفينمون سير فيسبوك، عملت خلقت حدث على فيسبوك بموعد في قهوة في توزر. اي في قهوة في توزر في صحراء لانج وقتها أول مرة. أول مرة جوني ست عباد كهو. دونك بدينا بالستة هذوكم، حكينا وقتها نحكوا على القرار نتاع الأمم المتحدة 2250، عرفنا بيهم اللي هو القرار 2250 يحكي على تشريك الشباب في بناء السلم في العالم. وقتها تونس عملت الكونسلتاسيون ناسيونال، دونك حبينا نحكوا عليه ونعرفوا به أكثر القرار هذا. هذيك فاش بدات حكايتي مع حديث قهوي، السوليسيون اوبتيمال ولا الحل اللي خرجنا به وقتها باش نعرفوا اكثر بحديث قهوي انه الكافي توك دو كل واحد يجيب معاه زوز. دونك عملناها في بلاصه ما اكبر، وبعد السته هذوكم جوا 20. هذاك علاش خدينا القرار وعجبتنا برشا. عملتوا خلينا نقول يمكن اول مره حقيقيه عملتوا نقاش ب 20 شخص. اي نقاش حقيقي ب 20 شخص. خلينا نفهموا شويه المنهجيه نتاع النقاشات كيفاش يصيروا، معناتها يجيو الاشخاص في موعد محدد يبداو عارفين ديجا شنو هو فما برنامج يعرفوا شنو على شنو باش نحكوا الموضوع. شنو الموضوع اللي اخترتوه انتم في المره هذيك؟ اللي في المره هذيك المره نتاع اللي يجيوك 20 شخص 20 وقتها باش نحكوا على عزوف الشباب على عمل تطوعي.
وشو اعطيني نماذج من مواضيع اخرين طرحتوهم. قداش من اجتماع عملتوا لحد الان بالكومبيتيسيون؟ توصلنا خمسه، خاطر في خمسه اجتماعات ولا أي. خمسه مرات تناقشوا حول مواضيع؟ شنو المواضيع اللي اخترتوها؟ اللي قبل خاطر الكومبيتيسيون عندها تيم معين، عندها العنف المدرسي. تو يحكي لنا على الموسيقى كانت تحب. دونك نحن اول مره حكينا على القرار 2250 تاع الامم المتحده، المره الثانيه حكينا على عزوف الشباب على العمل التطوعي، كافي توك الثالثه حكينا على علاقه التلميذ بالمحيط المدرسي، الكافي توك الرابع حكينا على تأثير الأيديولوجيا السياسية في المناهج الدراسية، والكافي توك الخامس حكينا على نظام الدراسي غير مشجع على الإبداع الفكري. شكون اللي يختار المواضيع أماني؟ الزوز الأولانيين نحن اخترناهم، خاطر كانت مبادرة معناها مننا كنت تلقائية، تجربوا المرتين الأولانيين، وبعد شكون اختار المواضيع؟ بعد المواضيع يقترحهم معهد الدولي للمناظرات، خاطر ينضويوا تحت التيم اللي هم اختاروه للكومبيتيسيون. اتفق، بلا باش نمشي لحسام، بما أنه رئيس المعهد الدولي للمناظرات، قبل ما ندخل معك أنت في تفاصيل المسابقة فراس، الأحاديث اللي تم بشكل عام، المحاور، المواضيع، توجهات، نقاط التركيز، شكون اللي يحددهم وعلاش؟ احنا المواضيع احنا نحددو ديما قبل. احنا شكون؟ احنا كالمعهد الدولي للمناظرات، معناها ليكيب اللي نخدموا غاديك، دونك فراس وانا واحمد وليكيب الياس وجماعه، دونك احنا اوني سبعه في الفريق، نقعدوا نعملوا ان برين ستورمينغ، معناها العصف الذهني باش نخرجوا شنو هي المواضيع اللي هما داكتواليتي. المواضيع الانيه اللي هما يطرقوا للعنف. البرين ستورمينغ شكون اللي يعملوا؟ معناتها تسيير الجلسه احنا انتوما انتوما الاعضاء الهيئه المديره المسيره نتاع المعهد الدولي للمناظرات. فوالا، واحنا نختاروا السوجي متعلق بالعنف. اي نوع من العنف. والعنف اللي دونك مشينا قبل خدمنا المسابقه الاولانيه على الارهاب والتطرف. الثانيه خدمنا العنف المسلط ضد المراه. وهذه الكومبيتيسيون هذه نخدموا على العنف في الوسط المدرسي. كي تعملوا هالبرين ستورمينغ عصف الذهني، وبرين ستورمينغ افضل خاطر عصف الذهني يضحك. كي تعملوا البرين ستورمينغ وتبداو تحكي وتتناقشوا، اكيد فما خلفيه معينه تنطلقوا منها. في الاخر شنو اللي يخليكم تختاروا موضوع العنف المسلط ضد المراه ولا العنف في الوسط المدرسي ولا حاجه اخرى؟ هو الفوت، معناها التصويت. نحطوا احنا مش الاطار العام اللي يخدم فيه المعهد الدولي للمناظرات، مش الاهداف اللي يخدم عليها، مش المبادئ اللي يخدم عليها. هو ايه المبادئ هذيك فيها، اما احنا الاقتراحات احنا في الـ في الـ في البرين ستورمينغ نعطيو اقتراحات نتاع مواضيع. ومن بعد نتعداو للفوت، دونك اكثر موضوع ياخذ فوت نطرقوا له اكثر باكثر دي ديتاي، وشنو هي الاسئله اللي نجموا نسالوهم. وكيفاش نجموا نحاولوا نمسوا الموضوع هذاك من بريسك من نواحي الكل. دونك هذه هو كيفاش نختاروا الموضوع وكيفاش نطرقوا له وكيفاش نحاولوا نتعمقوا فيه، باش من بعد تخرج ان رابور يبدا الانويل على شنو صار في الحديث القوي، شنو المشاكل هذوكم وشنو الحلول اللي خرجوا بها، ونقترحهم حتى يبداوا للببليك كلك سوا الوحده وزاره التربيه والا الجمعيات اخرى. في تواصل مع مؤسسات تابعين للدوله، معنا كما كنت تذكرتها وزاره التربيه، معنا التواصل اكثر مع المؤسسات الشبابيه كما دور الشباب أكثر بشكل من مباشر ولا عن طريق وزارة الشباب والرياضة؟ بشكل مباشر. بشكل مباشر. أكثرية بشكل مباشر. والتقارير معناتها ريبورتس اللي تعملوهم، توا ذكرت كلمة نعملوا دي ريبورتس. التقارير اللي تعملوهم شكون تبعثوهم؟ دونك احنا التقارير اللي ناخذوها أون في أن تخي، معناها بنزيدوا نحسنوها ونحضرهم يتبعث بيان سور للممول لبايور دو فون. هذاك انا وين نحب نوصل بك راني يا حسام. في نهايه الامر لبايور دو فون الممولين، انت ذكرت لي من بين الممولين نتاعكم ذا بريتش كونسل، يعني سفاره بريطانيا. سفاره امريكا في هذه. وسفاره امريكا ونعرفوا ما فماش قطوس استاد للربي، ما يفرضوا عليكم في حد شيء؟ لا فرضوش عليكم حتى على الاقل الاطار العام نتاع تحركاتكم ونتاع عملكم ونتاع هكاك لله في سبيل الله، يعطيكم الفلوس ويسيبوكم تخدموا كما تحبوا. هما خاطر اللي دي اعجبوا بالفكره،
خاطر هي على هي ماهيش اختراع تونسي، الفكره موجوده لبرا وهما خدموا عليها في بلدان اخرين. نرى هو لهنا الحكايه صحيح ولا ما خدموش عليه؟ هي الحديث قهوي مش موجوده كيف في تونس، خاطر احنا الكونتكست بتاع القهوي موجود كيف في تونس. لا موجودين القهوي في العالم الكل. ثاني على النقطه هذه، لانه اليوم صحيح البرنامج قاعد يخرج في تقارير انه يحكيوا على مشاغل الشباب وكل شيء، لكن هنا اليوم فما استفاده، لانه نلقاه في تاطير من معناها من السفاره الامريكيه في تونس وقت اللي اقترحنا على مشروع التمويل جاي من عندهم صحيح، لكن اليوم يمكن زاده في كتابه التقارير وكذا احنا كشباب اليوم كيفاش نجموا تقارير هذوما نستفادوا من التجارب اللي كما قلت انت مثال صاروا لبرا، كيفاش نجموا نستفادوا منهم ونفيدوا شباب تونس؟ هذا الحاجه الاهم بالنسبه لنا احنا. الحاجه المهمه الثانيه انه مثال الدعم اللي جاء من عند السفاره الامريكيه كان في شكل مسابقه وبيدو، لانه كافي تورك خرج في مسابقه من تنظيم صوت الشباب العربي. ماكش تحكي لنا على المسابقه مالا؟ ما حتى احنا صحيح احنا الكونسيبت نخدموا على المسابقه، لكن هي بيدها المسابقه جات من مسابقه اخرى معناها وين ثلاثه شباب هذوما اللي حكيت لك عليهم تقدموا في المسابقه هذيك وخذوا التمويل معناها باش ينفذوا المشروع نتاعهم. انت حكيت لحسام قلت له على الدوار الشباب زاد اللي نتعاملوا معاهم معنا اسكو باطار مباشر معناها بعلاقه مباشره ولا نحن ديما في اتصال مع المؤسسات نتاع الدوله المؤسسات الشبابيه الموجودين، ساعات نلقاو تفاعل ساعات نلقاو ما فماش تفاعل، لكن هاي دعوه مباشره اليوم في على الوطنيه واحد معناها انهم يحاولوا يتصلوا بينا يستفيدوا من كميه المعلومات اللي عندنا، لان اليوم وصلنا لاكثر من 2500 شاب معناها في العامين اللي خدمناهم، عاملين اكثر من 300 كافي تولك معناها في الجهات الكل، دونك الحوار اللي حكيوا عليه مع الشباب مشاغل الشباب شنو؟ اللي بديته من 2015 اي من بدينا في 2015 حتى هنا باعتبار المسابقه باعتبار اورد كومبيتيشن. نعم الكلمه الاخيره عندك انت امين بن جنى، حبيت نذكر اللي انت مسيره حلقات النقاش في توزر. انا حبيت نضيف انه نحن اول ما بدينا باش نعملوا انطلاق حديث قهوي في توزر مشينا توجهنا بما انه الموضوع يهم التلميذ، دونك مشينا توجهنا للمندوبيه الجهويه للتربيه في توزر سي كمال بالزاويه المندوب غادي يستقبلنا وحكينا باستفاضه على الموضوع. شرطه كان انه بعد كل جلسه حديث قهوي كوبي من رابورت مشيلو خاطر هما زاد يحبوا يطلعوا على شنو يحكيوا التلامذه. ديجا في الكافي توك الثاني حضر معنا ممثل عن المندوب في الكافي توك وحكى مع التلامذه اون ديريكت. هما زاد يحبوا يدخلوا معنا اون بارتناريا، يحبوا يعرفوا شنو هو مشاغل التلميذ، شنو هي المشاكل اللي يواجهها. مندوبيه الشباب والرياضه زاد متعاونه معنا على الاخر. نحن كجمعيه مازال ما عندناش لي مويان والماتريال معناها اللي نجموا نخدموا به، دونك دور الشباب متعاونين معنا على الاخر. كاو جيت نحب نعطي الدات نتاع الكافي توك جاي في توزر نخدموا هذه معكم اللي هي نهار 18 نوفمبر ان شاء الله، وباش تكون في منطقه حدوديه في توزر. شكرا لك اماني بن جد. ونذكر اللي انت مسيره حلقات حديث قهوي ولا كافي تولك سامحوني في توزر. انا توقعت انها تكون كافي تولك خاطر تولك بالانجلي وكافي بالفرنساوي ظهرت لي صعيبه شويه الخلطه به كالاطار. فراس قم المنسق الوطني للمشروع وحسام الكعبي رئيس المعهد الدولي للمناظرات، كنا نحكيه على مشروع أو برنامج حديث قهوي اللي نظمه المعهد الدولي للمناظرات. قبل ما نختم البلاتو نعطي الكلمة المنى وأمير في فقرة الرياضة، زوز أخبار على سريع. الملحق الصحفي أو مدير الاتصال عفوا بشركة الوطنية لسكك الحديدية أعلن منذ دقائق عن وفاة طفل اليوم الصباح بعد ما صدموا القطار اللي يربط ما بين تونس والمتلوي على مستوى مدينتي سيدي بوعلي والقلعة الكبرى، الله يرحمه وينعمه. وأيضا خبر آخر في القيروان، أمام ثكنة عسكرية محاولة دهس عسكريين اثنين بسيارة وهما خارجين من الثكنة في طريقهم متوجهين أو لا هما ماشيين في طريق ماشيين باش يدخلوا للثكنة، السيارة حاولت أنها تضربهم ثم لاذت بالفرار دون إصابتهم. على كل حال الموضوع هذا مازال قيد البحث والتحقيق، ولكن أعطيناه لكم هكا على السريع. نمشي مباشرة إلى أخبار الرياضة مع منى وأمير زيتوني. هما يهدموا وأنا نعلي، هما يفشلوا وأنا ننجح، هما يغدروا أحنا نحميهم، هما يقطعوا وانا نكتب، هما يكسروا وانا نبني، هما يخونوا احنا نصونوا، هما البشاعة واحنا الفن، هما يجهلوا وانا نقري،
هما يخربوا ونايا نزرع، هما يدمروا واحنا ننقذوا، هما يمسخوا انا نظف، هما يجرحوا وانا نداوي، هما الباطل واحنا الحق. وصلنا لفقرة الأخبار الرياضية ويأمن هنا اليوم أمير، مرحبا. أهلا وسهلا. الحمد لله أمير. وذولي باش نبداو بالرابطة المحترفة الثانية في كرة القدم. نبداو بالرابطة المحترفة الثانية اللي تلعب اليوم جولتها السابعة ماضي ساعتين نتاع القائلة، ونبداو بالبرنامج نتاع المجموعة الأولى. نعطيو ليست نتاع المباريات. مستقبل مرسى يستقبل سكك الحديد الصفاقسي، قوف القفصه ستيل جرزونه، مستقبل القصرين اتحاد تطاوين، النادي القربي امل حمام سوسه، محيط خلقنا يستقبل جمعيه اريانا. نعم. في المجموعه الثانيه الاولمبي البيجي يستقبل جندوبه الرياضيه في دربي الشمال الغربي، جمعيه جربه تستقبل نادي حمام النمف، مستقبل سيمان هلال الشابه، الملعب الافريقي لمنزل بورقيبه يستقبل الملعب الصفاقسي، وسبورتينغ بن عروس يواجه اولمبيك سيدي بوزيد. نعم. اذا هذه بالنسبه للرابطه المحترفه الثانيه، نمشيو للاولى. الرابطه المحترفه الاولى والجوله الثامنه ذهاب، جوله منقوصه من اربع لقاءات كامله. نعم. باش تلعبوا ثلاثه لقاءات فقط ما بين نهار سبت ونهار الاحد. نهار سبت ان شاء الله جرجيس، الترجي الجرجيسي يستقبل النجم المتلوي في جرجيس، مقابلة ذي تشاهدوها على الوطنية الأولى بتبيعة. ونهار لحد زوز لقاءات، مستقبل جابس يستقبل الشبيبة القيروانية على الوطنية الأولى كذلك. واللقاء الثالث هو يجمع اتحاد بن قردين بالاتحاد الرياضي المونستيري. نعم. نواصلوا في أخبار الرابطة المحترفة الأولى. نعم. ملاعبية نادي الإفريقي. نعم. واصلوا إضرابهم البارح وامتنعوا على التدريبات. الأسباب واضحة والناس كل تعرف. نعم. أنه ملاعبية نادي الإفريقي طالبوا أربع جرايات المتخلدة بذمة النادي وزوز منح انتاج مع منحة الكاس. نحكيه البارح على جلسة صلحية أو جلسة تقريب لوجهات نظر، وكان الدور اللي حضر فيها زادة وديع الجريبي. نعم. وسط من وديع الجريبي وبعض مسؤولين النادي الإفريقي. نعم. وكوادر الفريق كما بلال عيفة وصبر. نعم. خليفة والدراجي، حديث على اتفاق مبدئي باش يرجعوا. نعم. للانترينمون في انتظار تسويه وضعيتهم الماليه. نشوفوا اليوم معناه اسكو صحيح معناه صار الاتفاق هذا ولا ملف للمتابعه. في نفس الملف ايضا ماركو. نعم. سيموني المدرب الايطالي للنادي الافريقي كان اصدر البارح بيان رسمي كما نشوفوا امامنا في صفحته على الانستغرام. تحدث فيه قال معناه انه كل الاخبار المتداوله على انه طالب بكل مستحقاته لنهايه العقد من اجل فسخ عقد الاميابل بالتراضي هي اخبار مغلوطه، وانه اخلاقيته وحب وعلاقته بشعب الافريقي على حسب تعبيره كما نشوفه هوني هي اقوى واهم له من الفلوس. وكانه تمهيد هذا الانفصال اللي باش يصير ما بين ماركو سيموني والنادي الافريقي. نعم. وبالنسبه لسليم الرياحي معناتها نهائي الاستقاله. البارح استقاله نهائيه. ان شاء الله سائر في الايام القادمه نعرفوا بالطبيعه شنو اللي باش يصير في نادي كبير كما نادي الافريقي اللي بالحقيقه نتمناو يتجاوز الازمه هذه. مهم جدا حتى. نعم. للرابطه المحترفه الاولى وحتى لكره القدم التونسيه انه فريق بتبيع كبير كما نادي الافريقي. نعم. يرجع لاستقراره معناها ويرجع معناها في منافسه مع فرق الاخرين في. نعم. في البطوله. اللي متصاوب باش نمشيو ذور لي قبل ما نمشيو لبرشلونه عدا والريال. نحرق لك في الاخبار. نمشيو للمغرب. نمشيو للمغرب قبل. والموعد الاهم في الرزنامة الافريقيه للانديه الافريقيه بتبيعه نهائي اياب رابطه الابطال. نعم. الافريقيه اللي باش يجمع غدوه 9 نتاع الليل بتوقيت تونس نادي الرجاء البيضاوي، عفوا الوداد البيضاوي المغربي بالاهلي. نعم. المصري بعد ما فيه لقاء الذهاب في مصر 1-1 اسبقيه للوداد معنويه 1-1 سجل خارج معنويه. اما الاهلي نعرفوا شرس البر يظهر الاهلي ورانا خاصه نحن هون في تونس انه ما في تونس ما يعترفش بالاسبقيات هذيا. لقاء كبير وزاد سخون اكثر معناه البارح وقت البارح، مواجهات كبيره ما بين الامن المغربي والمشجعين وتعزيزات امنيه كبرى في الدار البيضاء بعد المواجهات اللي صارت بمناسبه معناها خروج التذاكر والقصار. يظهر لي مش بعيد علينا برشا التذاكر، التشنج الكل على التذاكر. الناس كلها تحب تقص معناها مقابلات الكبيره ديما يصير فيهم مشاكل، الناس كلها تحب تقص التذاكر.
وزي السوق السوداء وكل شيء معناه يخلق شويه تشنج و... وجو مكهرب شويه معناه من اجل التذاكر هذيا. ان شاء الله يتعدى لقاء معناه في جو باهي. كما تعرفوا ذي الفترينا نتاع الكره الافريقيه غدوه تشامبيونز ليج الافريقي. نذكروا انه الاهلي المصري مش يلعب على اللقب التاسع ليه، هو ريكور بالنسبه ليه، بينما الوداد البيضاوي يلوج على التيتر الثاني ليه بعد تيتر 1992. يعطيك الصحة أمير. نختموا بالبرسا والريال. نختموا بالكلاسيكو البارح. الرابطة الإسبانية المحترفة لكرة القدم كانت أعلنت على موعد الرسمي الكلاسيكو الأرض، كلاسيكو الإسباني الريال والبرسا في البرنابيو نهار 23 ديسمبر. الموعد غريب شوية، ماضي ساعة متاع القائلة. يمكن الناس تتسائل شنو هي الموعد هذايا. الموعد تفرض حسب البيان هذايا أنه الرابطة لليغا حبت تتمكن جماهيرها العريضة في بلدان شرق آسيا، ونعرفوا انه قاعده جماهيريه كبيره لزوز فرق هذوما في بلدان شرق اسيا خاصه في الصين، انها تتفرج في المقابله هذه في موعد معقول معناه ماضي ساعه بتوقيتنا هكا، نحن يجي الليل بكري شويه في 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 الصين وفي اليابان. لكن ايضا معناه هذا ما يخفاش على الجماهير انه ثم حسابات اخرى نتاع ماركتينغ وسبونسورينغ. كل السبونسور ان شاء الله احنا زاد في تونس نوصلوا نهار هكا يولي محط الانظار تاع العالم. نحن بدينا بالتوقيت نلعبوا مالي ساعتين باهي هاكا بدينا قبل حاجه قاعده القاعده الجماهيريه. ان شاء الله كما قلت كلاسيكو الارض لقاء منتظر برشا من بين زوز فرق كبار، زوز الاكبر فرق في العالم. ان شاء الله نشوفوا مقابله كبيره رغم انه الطقس باش يكون سخون شويه على الجوالات. شكرا ليك امير. امير الزيتوني شكرا ليك على المعلومات اللي قدمتها لنا في فقرتنا الرياضيه. احنا هذا باش نمشيو لفاطمه وسامي نويسر ونختموا معاهم بالاخبار الثقافيه. نكملوا مع سامي نويسر في الروزنامة الثقافية لليوم وانتهزنا معك. مرحبا فاطمة. مرحبا بكم الناس وكل مجموعة من الأخبار الثقافية والمواعيد الثقافية اللي نختموا بها برنامج صباح حكاية تونس. نختموا بها الأسبوع هذا باش نبدأ بزرمدين، باش نبدأ بالمنستير وين اليوم تنطلق الدورة 15 لمهرجان الصيد البحري، تتواصل حتى لنهار 5 نوفمبر. المهرجان هذا يرجع بعد غيام داب 14 سنة فاطمة، والدورة الحالية شعارها زرمدين بلد الفنون والحضارات، في عروض لوحات استعراضية ندوات فكرية ثقافية ورشات ومسابقات. واليوم الافتتاح باش يكون بزيارة معرض مستلزمات الصيد البحري والمياه الريفيه وعرض للوحات استعراضيه. ونمشي توا للجي سي سي اللي باش ينطلق غدوه، يتواصل حتى النهار 11 نوفمبر. المجتمع عندهم شهر وما يحضروا في اللباس نتاعهم. اي غدوه العرض. دونك الدوره 28 تنطلق فيها غدوه. ثم خبر جديد جبته معايا اليوم فاطمه، خاطر سبق وحكينا على ايام قرطاج السينمائيه. في الدوره هذه يتمتع الطلبه والطالبات بامتيازات اضافيه باش يتفرجوا في العروض والمشاركات في التنظيم والاستفاده العلميه من المهرجان هذايا. باش يكون زاد عندهم نصيب كبير من التكوين في الجي سي سي. نفس الشيء بالنسبه لايام قرطاج المسرحي في دورتها المقبله. هذا صار بعد ابرام اتفاقيه ما بين وزاره التعليم العالي والادارتين نتاع زوج مهرجانات، مهرجان ايام قرطاج المسرحيه مهرجان ايام قرطاج السينمائيه. في الدوره اللي باش تنطلق غدوه باش يتم تخصيص 500 تذكره مجانيه، 300 شهر الدخول للعروض، ومنح 1000 تذكره مجانيه لمواكبه فعاليات الجي سي سي في الجهات هذايا كل خاص بالطلبه. باش يتم تشريك اكثر من 50 طالب من طلبه السياحه والفندقه في التنظيم وفي الاستقبال. وبطبيعه الطلبه الكل عندهم امتيازات كبيره برشا، ذكرت منها مزات الامتيازات الطويله قلت فيما يخص ايام قرطاج السينمائيه وايام قرطاج المسرحيه. وتوا نمشيو للمسرح الوطني. شعنا غادي نمشيو للمسرح الوطني اللي قدم سلسله عروض جديده لمسرحيه حين رايتك اليوم الجمعه نهار السبت ونهار الاحد. دونك ثلاث ايام جمعه سبت واحد كل يوم السبعه نتاع العشيه في قاعه الفن الرابع في شارع باريس بالعاصمه. المسرحيه هذه من اخراج صالح الفالح وتطرح مشكله العلاقات العاطفيه وهي من انتاج المسرح الوطني. مشينا المستير، مشينا قعدنا في العاصمه في ايام قرطاج السينمائيه باش تنطلق غدوه. والمسرح الوطني توا وقيت باش نمشيو للقفصه ينظم بيت الشعر اليوم بعد ثلاثة نتاع العشية، أربعينية الشاعر شكري بوترا إن شاء الله يا ربي يرحمه وينعمه في المراكب الثقافي ابن منظور في قفصة. شكري بوترا هو شاعر تونسي توفى نهار الأحد 24 سبتمبر 2017 بعد ما قدم برشا للساحة الفنية التونسية. ونختم بخبر يخص السينما التونسية ويخص الممثلة التونسية هند صبري ويخص تونس. تكرم المؤسسة الأمريكية الدولية الممثلة التونسية هند صبري اللي باش تسلم نهار الثلاث هذايا نهار 7
نوفمبر 2017. التكريم هذا لتاريخها السينمائي الحافل والمشرف وانجازاتها الفنيه وتمثيلها الصادق والتعريف بقيم وقضايا اجتماعيه. هذا مش كلامي انا فاطمه، هذا حسب البيان الاعلامي الصادر على المؤسسه الامريكيه الدوليه. نذكر انه هند صبري عندها مجموعه من الاعمال، منها عرايس الطين مع نوري بوزيد، منها صمت القصور مع منية مفيده تلاتلي، مواطن ومخبر وحرامي وبرشا اعمال اخرى. شرفتنا بهم هند صبري. شكرا لك سامي نويسر. هكا نختموا حصتنا لليوم. صباحك يا تونس، ان شاء الله نهايه اسبوع مريحه للناس الكل. نتلقى ان شاء الله نهار الاثنين من 10 متاع الصباح حتى الماضي ساعه. شكرا ايضا لكل من ساهم في رسم صورتي، بنرجو ان تكون خدمه اعجابكم.